المشاريع اللي هي متميزه عمرانيا وحصلت على جوائز، وكان في منهجيه محدده قدرنا من خلال العمل ان احنا نستخلصها ونضعها في قالب ممنهج اللي هو على هيئه ميثاق الملك سلمان العمراني. لكنه ميثاق يدعو الى عماره ذات قيم، وله يمكن اسس تكون واسعه تسمح لنا اننا يعني نخلي مجال الابداع مفتوح. فالميثاق لا يعتبر كود ولا يعتبر ملزم، لكن احنا نضعه من ناحيه اللي هو توجه وطني واستراتيجي على اعتبار انه هذه الادوات اللي يحتاجها المصممين والمعماريين وكذلك اصحاب المشاريع، بحيث انه يكون في نوع من التنافس في التطبيق. وبدل ما نقول هو كود ونلزم وبعدين نغرم، قاعدين نقول هذا اللي موجود استفيدوا منه، تنافسوا في تطبيقه، واحنا نبغى نكافئ افضل هذه المشاريع من خلال جائزه ان شاء الله نبي نعلن عنها في هذه السنه، انه كيف ممكن هذه الجائزه فعلا تحفز تطبيق الميثاق. طبعا الميثاق صدر على هيئه كتاب موجود ومتوفر انه يعني بشكل واسع، وله استراتيجيه كامله لتفعيله. عندنا جوانب متعلقه بالتعليم من ناحيه كيف احنا ندخل الميثاق في حتى استوديو التصميم بالنسبه للطلبه في مراحل مبكره، وتكون هذه مهارات عندهم وممكن تمكنهم وترفع يعني من تنافسيتهم. عندنا جوانب متعلقه ب اللي هو التعريف المجتمع بالميثاق ومشاريعه، فكان عندنا معرض، المعرض هذا راح لخمسة مدن في داخل المملكة، وكذلك راح لبولندا في المنتدى العالمي الحضري.